السلام عليكم. الموضوع هيبتدي من محافظة الجيزة، تحديدا مديرية أمن الجيزة مركز الصف. ورود بلاغ لمفتش الجنوب، ورود بلاغ بيقول ان في جثة شاب موجودة في احدى المستشفيات نتيجة اصابته باصابات بالغة من سلاح ابيض. رئيس مباحث الصف على طول توجه للمكان المستشفى، وبعده على طول قوة تاني اتجهت للمكان المنشود اليه، وهو مكان الواقع او مكان الجريمة. الموضوع هيبتدي، احد العمال قرر ان هو يتجوز احدى الفتيات اللي ساكنه في مدينه او في مركز الصف. راح لها هو وقرايبه. الاب كان متواجد، واخواتها الاثنين كانوا متواجدين في الوقت ده، وكان متواجد ابن خالتهم كمان معاهم في الوقت ده. قال لهم انا طالب ايد بنتكم للجواز. الاخ اسامه اللي عنده حاجه و40 سنه قال له جمله معينه، قال له ما عندناش بنات للجواز نهائيا، قولا واحدا. الشاب بعدها على طول حس ان هو اتهان في كرامته، وقرر ان هو ينتقم لكرامته. قرر بعدها على طول ان هو يتصل بقرايبه وتبتدي المذبحة اللي هو عملها. قرايبه جم وبالاسلحة البيضة قعدوا يضربوا في العيلة دي لغاية لما قالوا يا كفاية. بعدها على طول اتنقلوا كلهم للمستشفى، لغاية لما الاخ اللي قال جملة ما عندناش بنات للجواز راح في الحياة، او راحت منه الحياة بسبب الاصابات البالغة من الاسلحة البيضة، وكانت اصابات بالغة فيه. واخوه التاني اتصاب، والاب اتصاب، وكل العيلة اتصابت. على طول رئيس مباحث الصف في خلال ساعات قليلة قدر ان هو يجيب المتهم اللي اعترف له بكل حاجة. قال له الاخ رفض ان هو يجوزني اخته، وقال لي جملة معينة ما عندناش بنات للجواز. الامر اللي انا اخدته على صدري وعلى كرامتي، وقررت بعدها ان انا انتقم منه. الاعترافات كانت واضحة وصريحة، والضرب كان مبرح، وكان باين عليه ان هو ضرب موت. الاعترافات برضو كانت قدام وكيل النيابة نفس الكلام. خلص الموضوع على كده. هنا السؤال اللي احنا عايزين نسأله، هو غلط أسامة أخو الفتاة أو البنت المطلوبة للجواز إن هو يحافظ على حق أخته، أو إن هو يرفض أو يقبل بسبب حاجات عنده في دماغه ممكن ما يكونش صالح ليها، ممكن يكون أقل منها تعليميا، ممكن يكون بيشرب مخدرات، ممكن 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 ممكن، لكن في المجمل الجملة اللي اتقالت ما عندناش بنات للجواز، رأيكم في حاجة زي كده ايه؟ خلص الموضوع ونركنه على جنب. هندخل في كلمة تانية صغيرة، لو البنت كانت موافقة على الجوازة دي والأخ أجبرها ان هو يرفض الجواز، يا ترى البنت حقها تستمر في حاجة زي كده ولا ما تستمرش في حاجة زي كده؟ هل الرأي دايما يكون للبنت ولا للأب ولا للأخ؟ هل البنت مدركة لظروف حياتها، ولا الأخ هو اللي بيبص حياة أخته بصورة أقوى من كده؟ ما بنقولش اللي اتعمل صح وما بنقولش اللي اتعمل غلط، ولكن في المجمل الجملة دي أدت لحياة شخص للوفاة. عفوا كلمة تانية هنقولها، عند الرفض خلي الدنيا كويسة، لأن البنت ليها سمعة. بمعنى ممكن ينزل من انه ويقول كلام ما حصلش. حنكة التصرف والحكمة في التصرف في المواضيع من اللي زي كده اقوى مليون مرة من الرفض او القبول بمواضيع الجواز. رحمة الله على الرجل اللي توفى والشاب اللي توفى، ونتمنى من العدالة في خلال الايام اللي جاية نعرف الحكم، ويبقى الحكم سريع في حاجة زي كده، لان الموضوع لو ما تحكمش فيه بسرعة اعتقد هيبقى ليه تبعيات اكتر من كده، تحديدا في مركز الصف. السلام عليكم.